الرئيس السيسي يعقد اجتماعا مع عدد من الوزراء والمحافظين لبحث المشروع القومي لحماية وتطوير البحيرات. هيئة الرقابة الإدارية تشن حملات موسعة على 76 جمعية زراعية على مستوى الجمهورية. الجيش الليبي يبدأ عملية عسكرية موسعة لتحرير الهلال النفطي ويهاجم المسلحين في مطار رأس لانوف. نشرة أخبار الثانية ظهرا من أونلاين، أهلا بكم. إلى التفاصيل، عقد الرئيس عبد الفتاح السيسي اجتماعا لبحث المشروع القومي لحماية وتطوير البحيرات. حضر الاجتماع رئيس الوزراء المهندس شريف إسماعيل ومساعد رئيس الجمهورية للمشروعات القومية المهندس إبراهيم محلب ووزراء الإسكان والبيئة والموارد المائية والري والزراعة بجانب محافظتي الإسكندرية وكفر الشيخ وأسوان وبورسعيد والفيوم والبحيرة والدقهلية، إضافة إلى رئيس الشركة الوطنية للثروة السمكية والأحياء المائية. يستقبل اليوم رئيس الوزراء المهندس شريف إسماعيل وفد مجموعة الصداقة البرلمانية الألمانية لبحث سبل التعاون المشترك، كما يلتقي رئيس الوزراء مع ممثلي اتحاد الغرف التجارية للبلاد العربية لبحث القضايا ذات الاهتمام المشترك. وكان رئيس مجلس النواب الدكتور علي عبد العال قد ناقش بالأمس مع وفد مجموعة الصداقة البرلمانية الألمانية سبل تعزيز العلاقات البرلمانية بين البلدين ومناقشة قضايا الاهتمام المشترك. يواصل مجلس النواب برئاسة الدكتور علي عبد العال اليوم استكمال جلساته العامة لمناقشة عدد من مشروعات القوانين وتقارير اللجان النوعية، ومن بينها الحساب الختامي للموازنة العامة والهيئات الاقتصادية للسنة المالية 2014-2015، كما سيبحث مجلس النواب عددا من طلبات الإحاطة المقدمة من عدد من النواب. شنت هيئة الرقابة الإدارية اليوم حملة على مستوى محافظات الجمهورية للتفتيش على الجمعيات الزراعية للوقوف على كميات الأسمدة الموردة من الشركات للجمعيات الزراعية المركزية، وتراقب الحملة 24 جمعية تعاونية في محافظتي القاهرة والجيزة فضلا عن 52 جمعية على مستوى الجمهورية بمعدل جمعيتين بكل محافظة، حيث تتكون الحملة من عضو الرقابة الإدارية ومفتش إداري وآخر مالي من هيئة التعاون الزراعي. وتعمل الحملة على التأكد من توافر الأسمدة الزراعية والوقوف على أي مخالفات أخرى من حيازات وهمية وأخرى بعد تلقي هيئة الرقابة الإدارية لعدد من الشكاوى. قال عضو اللجنة الرقابية للتفتيش على الجمعيات الزراعية محمد عبد الله أن التفتيش على السماد جاء بسبب ارتفاع أسعاره والشكاوى التي تلقتها الهيئة، ولكن لم يتم رصد أي مخالفات حتى اللحظة. الحملة جاية تفتش على السماد من ساعة ما رفع سعر السماد، وبأن احنا بنتابع السماد متابعة جيدة في الصرف وفي دخول السماد للجمعيات، ولحد الآن ما فيش أي مخالفات ومتابعين الصرف، لقينا الصرف إيه مظبوط مطابق للحصر والشغل ماشي على ما يرام، وفي حالة وجود مخالفات يتم عمل تقرير ويرفع للرقابة الإدارية لاتخاذ اللازم. توافد عدد كبير من أهالي السجناء المفرج عنهم بموجب العفو الرئاسي الذي أصدره الرئيس السيسي أمس بمحيط سجون طراه استعدادا لخروج ذويهم من أبواب السجون وسط إجراءات أمنية مشددة. وكان الرئيس قد أصدر قرارا جمهوريا أمس بالعفو عن 203 من الشباب من الذين صدر بحقهم أحكام قضائية نهائية في قضايا تجمهر وتظاهر دون تصريح.
تعلن اللجنة العليا للانتخابات اليوم الكشوف الأولية للمرشحين في الانتخابات التكميلية لمجلس النواب عن دائرتي أبو كبير بالشرقية وتلا والشهداء بالمنوفية. تبدأ اللجنة غدا وبعد غد تلقي الطعون على الكشوف المعلنة، وتستمر في فحص الطعون المقدمة حتى 21 من الشهر الجاري، ثم تعلن الكشوف النهائية للمرشحين في 22 من مارس. ومن المقرر إجراء الانتخابات في الدائرتين داخل مصر يومي 10 و11 من إبريل، وفي الخارج يومي 11 و12 من الشهر ذاته. قررت محكمة جناية القاهرة المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة برئاسة المستشار حسن فريد حجز محاكمة وزير الداخلية الأسبق حبيب العدلي و12 موظفا بالوزارة لاتهامهم بالاستيلاء وتسهيل الاستيلاء على المال العام بالداخلية لجلسة 15 من إبريل للنطق بالحكم. كان قاضي التحقيق المنتدب من وزارة العدل قد قرر في وقت سابق إحالة حبيب العدلي وزير الداخلية الأسبق والمتهم الثاني في أمر الإحالة لمحكمة الجنايات بتهمة الاستيلاء والإضرار بأموال وزارة الداخلية بمبلغ 2,388,590,599 جنيه. كما أحالت المحكمة 11 موظفا آخرين بالوزارة بذات التهمة. أكد وزير النقل هشام عرفات أنه سيتم استكمال طريق الدائري الإقليمي نهاية العام الجاري، وأنه سيتم استخدام أحدث التقنيات الحديثة في جميع الطرق. جاء ذلك خلال فعاليات ملتقى بناة مصر الذي انطلق اليوم في دورته الثالثة. حطينا سيستم مع الهيئة العامة للطرق الكباري في استلام الطرق من هنا من جديد، اللي احنا بنستخدم بعض التقنيات، يعني هي ما كانتش معروفة، ما كانتش متابعة قوي في استخدامها، زي مثلا بنعمل حاجة اسمها PSR اللي هي Prison Service Facility Rating، أو IRI اللي هي International Roughness Index، عشان نضمن السموثنس بتاعة الطريق. فطبعا الشركات الصغيرة لسه مش هتقدر تخش في الكلام ده، لأن الكلام ده عشان تستلبيه بالأسلوب ده محتاجة يعني إكويبمنتس مختلفة عن الشغل العادي بتاع الطرق المحلية. وخلال فعاليات ملتقى بناة مصر أكد رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس الدكتور أحمد درويش سهولة المتطلبات داخل المنطقة الاقتصادية وعدم التفرقة بين هويات المستثمرين وجنسياتهم. المتطلبات المطلوبة داخل المنطقة الاقتصادية متطلبات سهلة، احنا بنطلب من المستثمر ان هو يدينا يعني نظرة عن المشروع الخاص به. بنبحث الحقيقة في حاجتين، قدرته على تنفيذ المشروع سواء ملاءته المالية او قدرة، ليه؟ لان انا مش عايز ادي الارض لحد وبعدين في نهاية الامر لا يتم الاستفادة من هذه الارض، انا يهمني انه المشروع يتنفذ ويتبني ويبقى في حركة عمران، فببص على قدرته على التنفيذ، هل هو بالفعل مع التمويل ولا ما زال هيبحث عن التمويل، هل هو المراحل التنفيذ مراحل منطقية ولا المراحل واسعة قوي وما الى ذلك. طبعا احنا بننظر باهتمام شديد جدا للبعد البيئي، يعني الدراسة البيئية، الحاجة المشروع اللي هو متقدم بيه ده تأثيره على البيئة والمجتمع المحيط، الانفايرمنتال سوشيال امباكت اسسمنت تأثيره ده بيعمل ايه. دول الثلاث حاجات اللي بنبص لهم، فيما عدا هذا التقدم والحصول على الأراضي سهل جدا وميسر، وتأسيس الشركات سهل جدا، وتراخيص لا تسبب أي مشكلة للمستثمرين. أكدت وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي سحر نصر أن حل مشكلات المستثمرين وإزالة المعوقات أمامهم هدف لا تراجع عنه. وخلال مشاركتها في جلسة استماع لعدد من المستثمرين في مجال السياحة حول قانون الاستثمار في مجلس النواب بحضور وزير السياحة، أشارت نصر إلى أنها طلبت من الهيئة العامة للاستثمار إعداد اللائحة التنفيذية للقانون بالتوازي مع مناقشته في مجلس النواب، لافتة إلى اهتمام الوزارة بالاستماع إلى المستثمرين في مجال السياحة. وأضافت وزيرة الاستثمار أن رئيس الوزراء كلفها بإعداد مذكرة حول البعد الاقتصادي لتأشيرة الدخول إلى مصر. مستمرون معكم في نشرتنا وتتابعون فيها بعد قليل. رئيسة الوزراء البريطانية تلقي كلمة أمام مجلس العموم عقب موافقته على بدء الخروج من الاتحاد الأوروبي. على خلفية التوتر التركي الأوروبي، واشنطن تدعو للتهدئة وميركل تقلل من تصريحات أردوغان.
أهلا بكم من جديد. أفاد مراسل أون لايف أن الجيش الليبي شن هجوما على مطار رأس لانوف واشتبك مع الميليشيات المسلحة بمحيط المطار. كما أفاد مراسل أون لايف بأن قوات الجيش الليبي شن هجوما بالقوات البرية والجوية لاستعادة الميناء النفطي من سيطرة ميليشيات ما يسمى بسرايا الدفاع عن بني غازي. للمزيد من المتابعة معنا من بني غازي مراسل أونلاين بكر الشرقاوي، أهلا بك بكر، وما آخر التطورات فيما يتعلق بالعمليات العسكرية للجيش الليبي لاستعادة منطقة الهلال النفطي؟ أهلا نهى، البداية بدأت صباح اليوم بتمام الساعة 11 صباحا بإصدار المشير خليفة حفتر القائد العام للقوات المسلحة العربية الليبية الأوامر ببدء عمليات تحرير الهلال النفطي. هذه الأوامر صدرت لكل من غرفة عمليات سرت الكبرى وإدلبيا وغرفة عمليات تحرير الموانئ النفطية. بدأت العمليات باشتباكات بشكل موسع وهجوم موسع للجيش الليبي بشكل بري مع غطاء جوي وكذلك أيضا غطاء بحري من قبل القوات البحرية. هذه الاشتباكات أسفرت عن سيطرة الجيش الليبي على شركة فابيا للبترول، وأيضا استطاعت المقاتلة ميج 21 من سلاح الجو الليبي باستهداف تجمع للميليشيات المسلحة فيما يعرف أو فيما يسمى سرايا الدفاع، واستهدفت هذا التجمع وتدمير عدد كبير من الآليات قرب مطار راس لانوف. استطاعت بعدها القوات الجيش الليبي من اقتحام مطار راس لانوف والسيطرة على المطار. كما صدرت أوامر لغرفة سرت الكبرى، هذه الغرفة بدأت عملياتها الموسعة على كل من ميناء السدرة وميناء راس لانوف هذه الموانئ النفطية، وهناك اشتباكات حالية تجرى الآن داخل ذلك تلك المواني للسيطرة عليها من قبضة الميليشيات المسلحة الإرهابية واستعادة هذه المواني. استطاعت أيضا المقاتلة العمودية ميك 35 من استهداف 7 آليات لسرايا ما يسمى بسرايا الدفاع تلك الميليشيات المسلحة في المدخل الغربي لراس لانوف. هذه العمليات تجرى الآن بهدف استعادة السيطرة حتى الآن على راس لانوف. بعدها ستكون الخطة التالية هي التوجه للسيطرة على منطقة السدرة. طيب. من ضمن نعم. أشكرك شكرا جزيلا بكر الشرقاوي مراسل أونلايف في بنغازي. وصف المرصد السوري لحقوق الإنسان الاتفاق الذي وقع في حي الوعر بحمص بأنه أكبر عملية تهجير تضم الآلاف من سكان الحي. ونص اتفاق الوعر في بنوده على خروج أكثر من 12 ألف شخص من الحي من ضمنهم نحو 2500 مقاتل، على أن يتم بدء الخروج لأول دفعة من الراغبين بمغادرة الحي بعد أسبوع. وبموجب الاتفاق أيضا سيتوجه الخارجون من الحي إلى ريف حمص الشمالي أو إدلب أو منطقة جرابلس. ميدانيا قتل شخص وأصيب اثنان بانفجار عبوة ناسفة استهدفت حافلة ركاب بحي وادي الذهب في مدينة حمص. يأتي هذا في وقت تواصل فيه القوات الحكومية تقدمها في بساتين برزة بالعاصمة دمشق وسط اشتباكات عنيفة أسفرت عن مقتل 10 من عناصر المعارضة. قال وزير الخارجية الروسي سيرجي لافاروف إن أسباب رفض المعارضة السورية المشاركة في اجتماعات أستانا غير مقنعة. وفي سياق متصل قال رئيس وفد الحكومة السورية بشار الجعفري إن النظام السوري حريص على إنجاح مسار أستانا ووصول المحادثات إلى بر الأمان. يذكر أن الجولة الثالثة من المحادثات السورية قد انطلقت في وقت سابق من صباح اليوم في العاصمة الكازاخية أستانا باجتماعات استشارية دون مشاركة المعارضة. للمزيد من المتابعة معنا هاتفيا الدكتور محمد الشاكر عضو الأمانة العامة لتيار الغد السوري. أهلا بك معنا دكتور. وبداية يعني الوفد السوري يصل لأستانا والمعارضة تقاطع، روسيا مصممة على إتمام هذا اللقاء، ماذا تتوقع من مخرجات أستانا 3؟ أهلا بك بداية. طبعا أستانا 3 يعني حضور الضامنين وغياب المضمونين له دلالات كبيرة في الصراع السوري. يبدو أن جميع الأطراف أصبحت تدرك
أن الصراع السوري تحول بعد التدخل الواضح للولايات المتحدة الأمريكية في اليوم الأخيرين إلى غاية أمريكية. نحن نعرف بأن حضور يعني عدم حضور الفصائل يعني يأتي في سياق غياب الأدوار الدولية أيضا، يعني مثلا لم يحضر المبعوث الأممي، الأردن، أمريكا جميعها، يعني حضور كمراقبين. حتى الضامنين يعني الحضور ضعيف، نائب وزير الخارجية التركي، نائب وزير الخارجية الإيراني. لذلك أقول لك يعني بصراحة يعني ما يجري هو أن الرؤية أصبحت تتعلق برؤية الدول الضامنة للصراع السوري بالتحرك الأمريكي. طيب دكتور شاكر، يعني دعني أحدد معك في بداية الأمر، أي فصائل نتحدث عنها امتنعت عن المشاركة في أستانا؟ هل هي الفصائل المتحالفة مع المملكة العربية السعودية، أم هي الفصائل المتحالفة مع تركيا؟ وأي من هذه الفصائل على استعداد للمشاركة في أستانا، أو ربما لديها الرغبة مبدئيا للجلوس على طاولة المفاوضات؟ لا، هو الذين لم يحضروا يعني بشكل رسمي هم الفصائل التابعه لتركيا. طبعا الفصائل التابعه لتركيا هي نفسها يعني اللي ضمن المحور السعودي يعني، ولكن غياب الدور السعودي، غياب الواضح للدور السعودي في الفتره الماضيه يعني جعل الكلمه للفصائل التي تتبع لتركيا. الان هناك استراق يعني يتعلق بانه يعني ما تحدثت عنه المعارضة في عدم جدوى الضامن الروسي أو ما حدث في المعارضة، هذا مجرد كلام إعلامي، لأن هناك خلاف داخل الفصائل نفسها وداخل المعارضة التي تمثل تركيا. يعني خرج على الإعلام كبير المفاوضين، وخرج أيضا جمال علوش يتحدث عن انتصارات وهمية يتحدث بها رئيس وفد التفاوض ناصر الحريري، أي أننا لن نناقش الانتقال السياسي، وهذه حقيقة. إذا هناك مسألة خلل بنيوي داخل المعارضة السورية نفسها. ما حداك عن الدور الأمريكي الذي بدأ يحاول أن يهمش الدور التركي لصالح محاربة تنظيم الدولة الإسلامية، وينافس الدور الروسي أيضا يعني، واشنطن بالمرأة وأيضا نعم. يعني دكتور محمد شاكر، أفهم من حديثك أن معركة كسر الأصابع ما زالت مستمرة حتى مع الجلوس على طاولة مفاوضات أستانا. دكتور محمد شاكر، عضو الأمانة العامة لتيار الغد السوري، أشكرك شكرا جزيلا. نددت تركيا بالتحذير الذي أطلقه الاتحاد الأوروبي بشأن أزمتها مع هولندا، مؤكدة في بيان لها أن ما سمته بالتصريح غير المدروس من الاتحاد لا قيمة له. يأتي ذلك على خلفية منع هولندا عقد تجمعات للجاليات التركية لتأييد التعديلات الدستورية للتحول في النظام الرئاسي في تركيا. كان الاتحاد الأوروبي قد حث تركيا على تجنب التصريحات المبالغ بها في الأزمة الدبلوماسية الناجمة عن رفض هولندا السماح لوزراء أتراك بالمشاركة في تجمعات مؤيدة للرئيس التركي على أراضيها، ويتوقع مراقبون أن تزداد الهوة بين الجانبين خاصة في ظل ممارسات نظام أنقرة ضد الحريات. تزداد الفجوة يوما بعد يوم بين أنقرة وأمستردام بعد رفض الأخيرة دخول وزيرين تركيين لتنظيم حملة دعائية بين الجالية التركية للتصويت بنعم في الاستفتاء على التعديلات الدستورية التي توسع صلاحيات أردوغان. هولندا التي تشهد انتخابات برلمانية وسط أجواء مشحونة ضد المهاجرين انضمت إلى قائمة طويلة من دول الاتحاد الأوروبي التي رفضت تنظيم دعاية لدستور أردوغان، وهي القائمة التي تشتمل حتى الآن على السويد والدنمارك وألمانيا والنمسا وسويسرا. في العاصمة الهولندية دافع رئيس الوزراء الهولندي مارك روتي عن قرار ترحيل وزيرة الأسرة التركية فاطمة باتول سايان كايا، ووصفها بأنها زائرة غير مرغوب فيها على أراضي بلاده، وأن حضورها إلى لاهاي للدعاية غير مقبول، واصفا تصريحات أردوغان للسياسيين الهولنديين بأنهم أحفاد النازية بأنها جنونية وغير لائقة. وإزاء هذه الأحداث المتصاعدة، حث الاتحاد الأوروبي تركيا على تجنب التصريحات المبالغ فيها في أزمتها مع عدد من دول الاتحاد. الاتحاد الأوروبي يدعو تركيا إلى الامتناع عن التصريحات والإجراءات المفرطة
والتي أدت إلى تفاقم الوضع. ومع تفاقم التوتر بين تركيا وبعض الدول الأوروبية على خلفية التعديلات الدستورية المرتقبة في تركيا الشهر المقبل، يتوقع مراقبون أن تزداد الهوة بين الجانبين، خاصة في ظل ممارسات نظام أنقرة ضد الحريات من جهة وضد الأقليات من جهة أخرى، الأمر الذي يهدد احتمالية حصول أنقرة على عضوية الاتحاد الأوروبي، وهو الهدف الذي تسعى إليه منذ سنوات. اعتبرت المستشارة الألمانية أنجلا ميركل اتهمة الرئيس التركي رجب طيب إردوغان لها بدعم الإرهاب بأنها سخيفة، وقال المتحدث باسم المستشارة الألمانية إنها لن تشارك في حرب استفزازية مع الرئيس التركي بحسب تعبيره. كان الرئيس التركي اتهم ميركل بدعم الإرهاب مؤكدا أنها تقف بصف هولندا التي أعلنت أنقرة قطع العلاقات الدبلوماسية معها. تلقي رئيسة الوزراء البريطانية تريزا ماي اليوم كلمة أمام مجلس العموم، وذلك بعد ساعات فقط على مصادقة النواب على بدء عملية خروج البلاد من الاتحاد الأوروبي. كان مجلس اللوردات البريطاني قد أعطى موافقته النهائية على قانون يسمح للحكومة بالشروع بإجراءات الخروج من الاتحاد الأوروبي. بعد ساعات من إعلان رئيسة وزراء اسكتلندا نيكولا ستورجن نيتها طلب استفتاء جديد على الاستقلال عن بريطانيا، صدق البرلمان البريطاني على قانون يسمح للحكومة بالانفصال عن الاتحاد الأوروبي، وستفتح هذه الموافقة الطريق لإطلاق عمليات الخروج من الاتحاد الأوروبي من قبل رئيسة الوزراء تريزا ماي قبل نهاية مارس الحالية. وبمصادقة البرلمان سيتم إرسال مشروع القانون للملكة إليزابيث الثانية للموافقة الرمزية عليه لبدء فترة مفاوضات الخروج لمدة عامين. في المقابل، نظمت حملات الرافضة للخروج من الاتحاد أكثر من 100 فعالية داخل بريطانيا على مدار اليومين الماضيين، مطالبين بخروج سلس دون تعقيدات، ما يضمن الامتيازات التي يتمتع بها البريطانيون في أوروبا والعكس. أعني أنا ومعظم أصدقائي هنا من الإيطاليين أننا نرفض الانفصال وأن كل منا سيتعرض للرفض. على جانب آخر، وبعد دعوة اسكتلندا لاستفتاء على الانفصال عن بريطانيا، جاء الدور على أيرلندا. ففي كلمة أمام ناشط الحزب، قال زعيمة حزب شين فين بأيرلندا الشمالية ميشيل أونيل إنه سيتم عقد استفتاء ثاني بخصوص الاتحاد ما بين أيرلندا وأيرلندا الشمالية لمواجهة خطر الخروج من الاتحاد الأوروبي. وأدى تصويت بريطانيا في العام الماضي إلى صالح الخروج من الاتحاد الأوروبي إلى اهتزاز وحدة المملكة، إذ أيدت الغالبية في اسكتلندا وأيرلندا بقاء بريطانيا في الاتحاد. لكن ورغم ذلك، صوت 52% من البريطانيين لصالح الخروج، معلنين أن قطار لندن يتجه بسرعة لمغادرة الاتحاد الأوروبي. والآن مشاهدينا الكرام، مع إطلالة علوية على مدينة الرحاب في محافظة القاهرة ثم محافظة بني سويف. متواصلون معكم على شاشة أونلايف. شكرا لطيب متابعتكم.